اوكي طيب الرسمه الاولى عندنا اليوم عندنا ايفون 7 فبحكم ان كل واحد عندك ايفون 7 صح عبد الله اكيد عليك ايه الحين أكيد. الحين طلع ايفون 7 بالضبط ايه والله ايفون 6 ومنكسر شاشته يا ابوي الزبده خلنا نبدا نرسم ابى ابدا اسوي اول شيء خلفيه كذا ولا اول شيء خليه كذا انا مش اخليه جولد ولا اخليه وشو ما ادري ابى اخليه انا اسود عادي والله انا ببدا بخلفيه عشان لاني انا متوقع اني رسمتي بتكون مو بذاك الزود فبخلي الرسمه على الاقل خلفيه تكون حلوه كنت قلت العيد في خلفيه لكن يلا خلنا نسويها زي هنا والله ما ابدا مو متساويه الفكره كالتالي اني اخليها زي كذا يعني حركه ان احط لايف في النص الخلفيه تكون كويسه طيب خلنا نخلي هذه الدائره متساويه على الاقل يلا بسم الله نبدا الحين نرسم الايفون برسم الوايف من بلس عشان اطلع البروجرامز اللي جوا فهمت لابات الحين ينزل لك ايفون بلاك اديشن وش بلاك اديشن ده جديد هذا نوع جديد عشان تدري اني كنت راعي ايفونات والله ابدا هذا البلاك جات الجديد هلا والله تشرفنا حبيبي اي الله يسلمك حبيبي يسلم عليك سلام من كثير يقول لا توصلي فيه والله شوف انا صراحه انا اتوقع يا عبد الله اتوقع ان في ناس بيبدعون اكثر مننا ايش رايك انت انا اشوف ان احنا بنبدع ما ادري يا اخي انا عكسك ما ادري ليه ماني متامل خصوصا الدائره اللي بسويها بعد شويه او واو نايس دائره حتى هنا بعد اوكي لا هنا المفروض اخليها كذا والله ما ظنيت يا عبيد ناكل بتاتا شكلها بس شد حيلك يلا باي والله الوقت داهم يا حبيبي مرة والله الوقت ما بقى 30 ثانية طيب عطنا الوان عطنا الوان واحدة خلها سماوي واحدة خلها اصفر واحدة احمر واتساب واتساب اخضر واحدة بنفسجي والله ما ظنتي ما ظنتي يا عبيد تاكل بطاطا لا تشوف الايفون حقي واضح انه ميدن تشاينا ايفون صيني ها اوكي والله لا ما شاء الله احلى واحد انت هذا ابدا احس بالدائرة انا بصوت له اشوف البرامج والايقونات هذه حلوة شوف انا حاولت اني اركز ورا بس شوي يعني شوي ذا دائرة مصلحة يا اخي انا رسمي كلبي ايفون 7 وش دخل زحفاء اوكي هذا كاتب اسم الله اوه هذا ضابط الابل والله حلو يجي من ذا بس كنا ايبود ما تلاحظ هذا ثلاجة يا ابوي ذا بس كنا والله ما ادري ترى ها والله ايوه فاز اللي كاتب اسم اخسي عبد الله والله نايس اوكي لا حد يشوف اللي تحت تكفون خلي فوز عبد الله يفوز تكفون والله اللي تحت يقطع شكل ضابطه والله جامد اللي تحت يجي منه والله يا رب اخ ثاني اوكي ووو دايم او رجعوه ذا لا هو ما كان فايز ولا كان معي هو في البداية كان معك اتوقع هذا اللي تقول دايرته كويسة والله ما ادري الظاهر الزبدة اني صوت له بس واضح فوز صوت له امير صوت امير لا يا شيخ والله غبنا غبنا صح والله خافنا تخيل الحين يفوز خلينا نشوف لا غريبة يلا عافية هذا النهائي فاينل اشلوت حبيبي اشلوت مرتين تسلم والله تسلم شوف لاحظ الواتساب ترى هذا الاخضر واتساب هذه ملاحظات اللي فوق هذا ما ادري باث اتوقع والله انك صادق اللي فوق يسار تويتر هذا فيسبوك اللي ينحط وما يستخدم
وخلاص الباقي برامج كذا فاضي. اخ زد ورا علق حط استخدم. والله يا اخي فيس تستخدم فيسبوك انت؟ لا والله والله ما اخبر احد يستخدمه. ها وش البرامج اللي تحتاج ربط؟ ايوه اللي مثلا تلعب مع خويك وشي لازم يربط معه فيسبوك. ايوه انا قلت انا ما سويت كذا علشان كلاش فلانس الظاهر اغلب الخليجيين ما يستخدمونه، يمكن نسبه 3% بس من الخليجيين يستخدمونه. عموما نشوفكم الراوند الثاني او الرسمه الثانيه. اوكي رجعنا لكم في الرسمه الثانيه، راح نرسم بسمان بناء على طلب الشخص اللطيف في الكومنتات. معنا سلوم الان، اهلا وسهلا سلوم. طيب اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. لازم يعلق في البدايه كذا استعباط. اوكي اوكي افتح سبت انه معلق من عندي. اوكي طيب خلينا نبدا نرسم بيبسي مان. بحاول نرسم يعني بحاول نضبطه، بحاول يعني بحاول. اوكي هذا راس ترى سلكم انتم. لا كنس الام بذراع لابو كلب هذه. قال لي بحط له عضلات فا ايوه كذا بعدين كذا سلام دارت فضلات. طب اصبر كيف كمل له ذا. كنس الرسمة والله صعب والله صعب صعب. طيب والله حاطه نحيف. وش ذا وش ذا الرسم الخرا الراس الخرا. والله جيت عيد ايش ذا. طب خلنا علقه من هنا. ايش سويت له انا. الله العظيم وين وين وين. توصص عشان نضبطها صح. هو هاف هاف ترى هاف هاف. والله اني خنيته خنيته والله خنيته انا ما خنيته والله ما خليه. لا خليته انتين. أم انا خليت نحيف مره. لا وش اللون الخرا باقي. اوف 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 ترى الوقت الله يسرع. طيب طيب عطنا اي لون نسوي له شوي شادو على الاقل. والله اني امزح. يا اخي له ملامح ولا ما له في الوجه يعني؟ لا اي دونت نو يا رجال. سويت انا قررت امه خلاص. ابدا مو بذراع اللي تشوفه ترى. ها ابدا مو بذراع ابدا مو بذراع. يد طويله ويد قصيره. شوف ليش اقول تو واحد كاتب رستم بيس. اوف والله خرافي العضلة. والله ركز لي. والله خرافي. شوف اللي تحت حاط حاط وجه بيبسي ثم كاتب اي دونت نو. ما اعرف يمكن بيبسي مان. اوف ما تلاحظ انهم طلعوا احسهم ما عجبهم الوضع. اوكي انا فوق يسار. اي يلا خلنا نصوت لك. شفت؟ والله بطل صراحة. ماسك يده كذا. اقول لك والله اللي اقول لك ترى شو اسمه كنت ارسم 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 مسحت شيء. اخص اي لاف يو اسمس. صوت له صوت له ما في حد صوت. انا صوت له. هذا ايش كاتب بيبسي يا حبيبي؟ بيبسي مان رجل بيبسي مان مين ما يعرفه. الو سلوم صوت لك والله صوت لي صوت لك صوت لك. بس ما ظنيت يا بيتك بطال ترى لولا الشادو ما ظنيت الوضع بيكون كويس. والله خوفية رسمتك. روح والله عداك العيب يا حبيبي روح. والله ما يفوز صراحه. ما يعتبر بسمان الخمسه.
تخيل يفوز عليه في النهائي. تخيل. لا صوتي صوتي صوت له ايش هو الحمد لله. لا لا ايش اللي صوت له اي حيوان سلوم حيوان تخيل. الله كفول المركز الثالث باخر راسه في العالم كفول. شوفني كنت راسم الملامح ما ادري انا كنت ما ادري هو له ملامح اصلا عيون شيء ما ادري ما ادري كان له ملامح اصلا. عموما يعطيكم الف عافيه على المشاهده شرف استمتعتوا بالمقطع قناه سلوم بالديسكربشن وقناه عبد الله بالديسكربشن برضه او زي ما قلت لكم بالبدايه خلونا نوصل المقطع هذا عدد لايكات كبير وبس يلا مع السلامه.